السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه مستر كريبتو؟ فيديو جديد على قناتنا، القناه المهتمه باخبار العملات الرقميه. بالفيديو اصدقائي هتكلم عن اضافه عمله الدوج كوين على منصه تويتر او بمسماها الحديث منصه اكس. بالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن اضافه الدوج كوين، وراح اتكلم عن كثير اخبار قويه بتخص عمله الدوج كوين. اما نبلش فيديو، اتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه وتفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناه. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق اي كريبتو. اول اصدقائي خلينا نتكلم عن منصة اكس. قبل فترة حول ايلون ماسك اسم وشعار منصة تويتر الى منصة اكس، واستبدل شعار الطائر الازرق بشعار اكس او حرف اكس. طبعا مقابلة تلفزيونية مع ايلون ماسك في احد المؤتمرات الصحفية، قال ايلون ماسك انه انا عندي خطة كنت عم بقدمها او عم بدرسها من تقريبا 22 سنة، اللي هي انشاء اكبر منظمة مالية في العالم، وهي رح تكون منصة اكس. منصة اكس رح تكون اكبر منظمة مالية في العالم، رح تحتوي على عملات رقمية، اسهم، ذهب، تداول، كل شيء رح يكون موجود داخل منصة اكس. طبعا بالامس اصدقائي غرد ايلون ماسك بحسابه الاساسي وقال something special coming soon. رجع اعاد تغريدة بحسابه الاحتياطي ايلون ماسك بروتي. طبعا قال ايلون ماسك بهاي التغريدة اذا كان عليك التخمين فماذا تعتقد انه قادم. في بعض الاشخاص او اغلب الاشخاص بهاي التغريدة او المعلقين على هاي التغريدة عم يتوقعوا عملة الدوج كوين. واحد من الاشخاص توقع عملة الدوج كوين ورد ايلون ماسك عليه وقال بولش، اي سيرتفع او سترتفع عملة الدوج كوين، بمعنى ان عملة الدوج كوين سترتفع. بعض الاشخاص قال اللي هو وول ستريت سيلفر قال دوج كوين بايننت، يعني عملة الدوج كوين كوسيلة دفع على منصة اكس. رد عليه ايلون ماسك قال هذا الشيء رح يكون كهربائي او الكتريك. لهيك اصدقائي كثير من التغريدات عم تتوقع اضافة عملة دوج كوين كوسيلة دفع او رح يتم تداولها على منصة اكس. طبعا بالسابق غرد واعلن ايلون ماسك انه رح يتم اضافة دوج كوين كوسيلة دفع على تويتر في حال شراء منصة تويتر، وهذا اللي صار. حاليا تم شراء منصة تويتر، تم تغيير اسمه والشعار، حاليا بانتظار اضافته كوسيلة دفع على تويتر. بما انه اعلن ايلون ماسك انه راح تكون منصة اكس اكبر منظمة مالية في العالم، فبالتأكيد راح نشوف العملات الرقمية اللي بيدعمها ايلون ماسك من ضمن هاي المنظمة المالية الكبيرة. طبعا اصدقائي بالنسبة لتحليل الدوج كوين على فريم اليوم، عم نحافظ على ترند صاعد مهم جدا. تقريبا قبل يومين كسرنا الموفيك افريج 200 اللي كنا عم نتداول اسفله من وقت طويل جدا. اخر تداول اعلى موفيك افريج 200 كان بتاريخ 19 ابريل، يعني تقريبا قبل 4 اشهر من الان او 3 اشهر ونصف من الان. حاليا عم نتداول اعلى موفيك افريج 200 وهدفي على العمله كسر المقاومه الاولى هي عند مناطق 8 سنت و 30. في حال كسرنا هاي المقاومة رح توجه لمناطق 9 سنت ونصف الى مناطق 10 سنت. طبعا هاي حسب مقاومات السابقة لعملة دوج كوين. في حال اخترقنا مناطق 9 سنت ونصف رح توجه لمناطق تقريبا 11 سنت، ما بين 10 ونصف الى 11 سنت. اجمالي الارتفاع ممكن يوصل الى 30% ارتفاع في حال اضافة عملة دوج كوين كوسيلة دفع على تويتر. حاليا تقدر تدخل بعملة دوج كوين كصفقة لونج على المنصة اكسس او على منصة بايننس كصفقة لونج مع ستوب لوز اقفال شمعة اسفل مناطق 7 سنت. اصدقائي وصلنا هذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك حتى توصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.